السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ معكم شركي لو بشرككه. طبعا كل عام وانتم بخير جميعا، ونعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. ويا شباب، احب اني اشكركم بهالفيديو، يعني شكرا لكم، شكرا لكل من دعمني، شكرا لكل من كان تابع فيديوهاتي. وصلتوني 1850 مشترك، يعني لا 1880 مشترك ممكن. فيعني يلا هانت كلها 100 وشوي واوصل 2000 مشترك. وصلتوني لمشاهدات القناة اللي هو 1200 مشاهدة، لا شو 1200 مشتركين اكثر من مشاهدات، لا 120,000 مشاهدة على القناة. شكرا لكم يا شباب. فيعني صراحة ما عرفت كيف بدي اشكركم، فيعني سويت اقل شيء فيني اسويه لكم، يعني صراحة ما عرفت شو اسوي غيره، اللي هو عبارة عن جيف اواي بطاقة ستور بلاي ستيشن 3 $20 او اكس بوكس 1600 بوينت. فالبطاقة يعني تكون سعودي اماراتي او يعني امريكي بريطاني اي شيء، يعني حسب الفايز. انا الفايز لما يفوز ببعت له رسالة وهو يحكي لي شو بده اياه، وانا يعني اروح اجيب له اياه، او بوينت اكس بوكس. ما اظن بوينت اكس بوكس يعني كله ينفع اي شيء. فهذا هو كان. والشروط بسيطة نفس اي جيف اواي، اللي هي لايك و فيفورت. واذا ما كنت مشترك بقناتي تعملي سبسكرايب، يعني شروط هي لايك فيفورت وسبسكرايب، وتعملي فولو على تويتر، واخر شيء تكتب في الكومنت لا اله الا الله. بس هذه الشروط تكون داخل معنا في السحب. ويعني ان شاء الله اتمنى فوز للجميع يعني. فيعني راح اعيد الشروط: لايك فيفورت وسبسكرايب وفولو على تويتر، تكتب تحت لا اله الا الله. فهذه كانت الشروط. ويا شباب عندي شيء، عندي يعني بس شيء بحب اقوله للي هيشتركوا جديد في قناتي. اتمنى يا شباب اللي يشترك جديد في قناتي يكون اكتف معي بالقناه، يعني متفاعل معي في القناه. لان مثل ما شايفين عندي مشتركين، عندي 1800 مشترك، والصراحه ما اشوف متفاعل منهم غير 50، تخيلوا. فيعني بس يعني هذا ما له شروط جيف اواي، يعني ما اقدر اتحكم فيكم، بس يعني مجرد طلب لكم. اتمنى اللي يشترك جديد في قناتي او اللي يضل اللي كان مشترك معي يضل متفاعل معي، يضل متفاعل معي في القناه. يعني مو انه متفاعل معي يعطيني لايك ومفضله، لا، يتابع فيديوهاتي، واذا عجبته يعطيني لايك، واذا عجبه مره يعطيني فيفورت، اذا ما عجبه عادي يعطيني ديسلايك، يعني ما عندي مشكله، بس المهم يكون متفاعل معي في القناه، يعني يشوف مقاطعي. فبس هذا يعني مجرد طلب صغير، اتمنى انكم تسووه. وبس اتمنى الكل يشارك في الجيف اواي. ومع السلامة.